اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع innov.inwi.ma. إنوي معكم كل يوم. المهم هو خص يعرف الناس بأن أجوردي ما كاينش واحد الحاجة اللي كتبلوكيك باش ما تقاولش. قصة نجاح. قصة نجاح. هشام الزواوي 31 سنة، مؤسس وشريك ديال لابليكاسيون بي بي بيالا، حاصل على شهادة الماستر في لاميليوراسيون كونتينو. عثمان الحراق 28 سنة، مؤسس شريك مقاولة بي بي بيالا. قريت درت دراسات تحضيرية قبل ما نمشي لفرنسا، تابعت السلك في لي غرون زيكول ديال فرنسا اون ايكول دو كوميرس. بعد مشيت درت ان اوتر ماستر في لندن اللي تا هو عنده علاقة بالاقتصاد والفينانس. لابليكاسيون بي بي بيالا نشأت فاش كنت مازال ايتوديون، كنت ندير لا نافيت بين قنيطرة والرباط، ولاحظت بان كاين واحد المشكل في المواصلات، على ود الزحام، على ود الكونفور، والثمن ديما تيطلع. واش لاحظت بان الطوموبيلات بزاف تيسافروا بوحدهم، الناس يسافروا بوحدهم في النوابيت، وقلنا علاش لا من هاد الناس ما يمشوش مجموعين، هادو كيعمر البلايص ديالو وهادو كيمشيو مرتاحين ويقتصدوا حتى هما المصاريف ديال السفر. فكره ماشي الفكره اللي جبناها حنايا جديده، ولكن نقلناها من اوروبا، وقلنا علاش لا نادابتيوها المغربي باش حتى هو يسافر مرتاح ويقتصد المصاريف ديال السفر. واحد التحدي اللي كان تيبان لكلشي، تيبان له بان راه صعيب، وحيت ما تيجيبش الفلوس، حيت الناس عارفون فاش يبغي يدير مقاوله خاصو يستثمر هذا النهار، خاص غدا يبدا يدخل الفلوس. احنا هذا ماشي ما كانش هو الهاجس ديالنا باش ندخلوا في عالم المقاوله، ولكن باش نرياليزي واحد لو غيف اللي بديناه انا وياه ومع لا كوميونيتي كامله ديال بي 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 الله. كتكون كمقاول كتعرف بان كاين صعوبات، كاين مواقف اللي يقدروا يكونوا صعاب بزاف، اللي غتقدر تقول صافي غنخرج نسالي. ولكن المقاول الناجح هو المقاول اللي تيطلع درجه بدرجه فوق درجات المصاعب باش كيوصل لواحد المبتغى ديالو اللي هو النجاح في الاخر. بدينا من الزيرو كما تيقولوا، نشأنا واحد لا كوميونيتي اللي فاش شفنا بانها ناجحه والناس وبناتهم بان المقاوله اي ريبون ان فغي بوزوان ان فغي بروبليم ديال المجتمع. سي في هاد ليطاب فين تتقول اوكي يمكن لي نزيد القدام، يمكن لي نستثمر واحد شويه ديال الفلوس، واحد باش نصوب واحد بروتوتيب اللي هو نوري الناس واش يعجبهم. الا عجبهم هاد الناس عاد نقدر نزيد نستثمر اكثر. تقريبا ريكروتينا ايفيكتيفمون بي 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 الله شركه مغربيه تتفتح فرص شغل العديد من المغاربه. كاين اكثر من 10 ديال لي زومبلوي اللي معنا، كيف دير اسر بزاف اللي خدامين مور هذا المشروع، والحمد لله مازال غنزيدو دوتر جون باش نزيدو نكبروها وباش نزيدو نعمموها في المغرب كامل ان شاء الله. المهم هو خص يعرف الناس بان اجوردي ما كاينش واحد الحاجه اللي كتبلوكيك باش ما تقاولش. اليوم الحمد لله كاين بزاف ديال الموارد الاقتصاديه، كاين لي ميسيون دابا ديال شكون اللي بغا يستثمر مشروعي، كاين لي فون دافيستيسمون، كاين لي بيزنس انجل، العديد منهم اللي غيسمح لك تكون عندك واحد الباكاج باش تمشي في واحد المشروع معين. لا لوسون اللي خرجت بها هي ان خاص المثابره، خاص العمل. العمل هي انه ما كاينش الليل الصباح، ما كاينش الويكاند، ما كاينش وسط السيمانه. الا تتامن بشي حاجه خاصك تحطها قدام عينيك وتبقى فيكسيها حتى كانت توصل ليها.